العالم على موعد مع كسوف شمسي كامل، فمن المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية كسوفاً كلياً للشمس يوم غد الاثنين، حيث سيحجب القمر الشمس تماماً عن ملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ. هذا الكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته في معظم الدول العربية بحسب خبراء الفلك، ولكن مع هذه الظاهرة سيكون من المستحيل بحسب الأرصاد مشاهدة القمر يوم الاثنين، فالقمر سيغرب يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس لن يكون هناك هلال يرى في اليوم 29 من رمضان، فيكون بذلك شهر رمضان 30 يوماً، ومنه يكون يوم الأربعاء 10 من أبريل عيد الفطر في عدة دول منها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية. Thank you.